مامي ماركت النهاردة جايبه لكم فينو صحي. ليه بقى هو صحي؟ زي ما هو مكتوب هنا ان المنتجات دي خالية من السكر المضاف، الملح الضار، الزيوت المهدرجة والمتحولة، وخالية من الخميرة المصنعة. عايزة اقرأ معاكم المكونات بتاعته. حاطين فيه قمح كامل، جنين قمح، نخالة قمح، شعير كامل، حبوب ذرة. حاطين برضو في دي الدخن، دي الدخن ده حلو جدا وكله فيتامين ومعادن. ضايفين برضو حبوب طلع، اعشاب عطرية، بذور دوار شمس، كينوا، شيا، كبتان، وخميرة نباتية. الباكت الواحد ده فيه 6 قطع من الحجم الميني ده، حلو قوي للساندوتشات. ياريت نستبدل الفينو الابيض بالفينو ده، طعمه حلو جدا وبالتعود الولاد هيحبوه. عايزة اوريكم بقية المنتجات برضو اللي عاملينها. في منه التوست برضو ده طعمه حلو قوي، ونفس المكونات اللي احنا قريناها مع بعض. ونزلين منه بقى زي حاجة كده العيش الشامي، هو مكتوب عليه خبز مفرود بس هو اكتر قريب للعيش الشامي، برضو نفس المكونات. هو ده شكله اهو. ياريت برضو نستغنى عن العيش الشامي الابيض ونستبدله بالعيش ده، افيد كتير. منزلين برضو منه الكايزر للساندوتشات البرجر، الباكت الواحد فيه 4 قطع، برضو طعم حلو جدا ونفس المكونات اللي احنا قريناها مع بعض. استبدلوا الفينو ده بالفينو اللي احنا متعودين عليه، افيد كتير واحسن كتير من الفينو الابيض.